مساء الخير عزيزي المشاهد، واهلا ومرحبا فيكم. نرحب فيكم مره ثانيه جد لقانا معاكم من خلال شاشه قناه الكود، ونرحب فيكم ومتواصلين معاكم من خلال شاشه قناه الكود ومن خلال الارقام اللي متواصله معاكم. نرحب فيكم ونرحب في مشاهدينا من خلال قناه الكود، وايضا نرحب في الاخوان الذين متواصلين معنا على الانستغرام في برنامج اللايف. نرحب فيكم ونتواصل معاكم، والعديد من القضايا اللي دائما نطرحها بصراحة من خلال برنامجكم بصراحة اللي نتواصل فيه على أكثر من موضوع. اليوم عندنا أكثر من موضوع راح نتكلم فيه، بنحاول بقدر الإمكان لأن نعطي حق بعض المواضيع اللي هي تحتاج أن احنا نلتفت لها بصورة سريعة، وبعض المواضيع التي تحتاج أن نوقف عندها وقفة فعلية. عندي موضوعين عن الصحة راح أتكلم فيهم، هذا راح أتكلم يعني بال 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 بالنهاية موضوعين مختلفين عن بعض، ولكن هما يعني دائما إحنا نتكلم مش من الجانب السياسي، نتكلم من الجانب اللي يمس الشارع الكويتي، اللي يمس المواطن الكويتي، الفني، الاجتماعي، هذا الجانب اللي إحنا راح نتكلم فيه. هذا الجانب الأول. بالبداية نيابة عن أسرة البرنامج والإخوان في قناة الكون، نقدم التعازي للاعب نادي خيطان فيصل طلال المطيري رحمة الله عليه. هذا الولد اللي هو من مواليد 2005، وتوفى أثناء تدريبات النادي في الملعب رحمة الله، قدر الله ما شاء فعل. خبر أحزن الجميع، تناولوه أكثر وسائل التواصل الاجتماعي وتكلموا في الجانب، ولكن بالتفاصيل في هذا الموضوع هي المهمة في هذه القضية. المشكلة عندنا إياها في الكويت دائما ما تتحرك أي جهة من الجهات إلا لما تصير عندنا مصيبة، إلا لما تصير عندنا قضية، وأخذ هذا الأمر في كل الأمور، في سواء على مستوى يعني قطاعات، على مستوى وزارات، حتى على مستوى مجلس الأمة. مجلس الأمة اليوم صار أيضا نفس العملية، ما يتحرك إلا مع لما تصير ثائرة ويصير كلام ويصير ما يصير اليوم هذا الموضوع، ما يصير هذا الموضوع اليوم. هذا الشاب اللي افتقدته الكويت وافتقدوه أهله، يعني اليوم احنا ما نختلف بأن الشخص يكون قضاء وقدر ويومك مكتوب، عارفين هذا الموضوع، بس اليوم اي اليوم اي احد اليوم في اشياء اسمها وقاية. يعني اليوم لما نقرأ في الصحف ونقرأ في في في, في المواقع الاخبارية الرئيسية الموثقة معي، ان الشخص او المرحوم كانت مدة 90 دقيقة معي ينتظرون سيارة اسعاف او الاسعافات الاولية وما كانت تتواجد، يعني معناته انه كان في مجال. هذه مصيبه. او مثلا فحص قبل، يعني فحص دوري على اللاعبين او فحص كذا. ليش اليوم الموضوع بس يؤخذ انه والله لازم يصير في تحقيق في الموضوع؟ اوكي صار في تحقيق في الموضوع، وبعدين لازم نفقد لنا 20 شاب عشان والله يطلع قانون، عشان يكون في التزام، عشان يكون في رقابه على الموضوع هذا؟ ما هذا دوركم انتم هيئه شباب الرياضه، دور منو؟ يعني انتم اليوم دوركم اليوم مراقبة الاندية، مراقبة الناس هذه، مراقبة العالم، تحاسبونهم ان تعال يا حبيبي اليوم بالتمرين لازم تسوي 1 2 3 4، اللاعبين لازم يكون عندهم مثلا تأمين صحي، لازم يكون يسوون تشيك اب كل 2 3. ما يصير يعني بس عندكم المهم في الموضوع النجرة على الأندية والزعل في الأندية وانتخابات الأندية ومنو ياخذ رئاسة النادي ومنو اللي يسيطر على النادي ومنو، هذا المهم عندكم؟ ما أنا عارف يعني زين الحمد لله ان الدوري العام في سيارة اسعاف توقف عيل، خلوا سيارة اسعاف لا تحطونها في الدوري. ما أنا عارف، وما اعتقد ان في قصور مثلا من الاخوان في الاسعافات. يعني انا اللي اتذكر كان عندهم اكثر من لقاء يقول لك احنا على اهم الاستعداد ونطلع ما عندنا مشكله يعني، والطوارئ الطبيه. يعني ليش اليوم الموضوع يعني ما يصير، وخاصه الموضوع يعني ان اللاعب يطيح طيحه غلط ويبلع لسانه، وهذا موضوع شائع كان بالعالم
وهذا وارد في اي حركه، في اي لعبه، في اي امر. فعلى الاقل على الاقل ما في اسعاف، في اسعافات اوليه، في شخص مختص في امر من العالم تتحرك عليه. يعني هذا اللي امر يا اخي، سووا دورات النادي نفسه ان اليوم اللاعبين مالوتكم يكون عندكم جهاز يعني مؤهل حق هذا الموضوع. فانا اتمنى من خلال هذه الحادثه ان احنا اولا يعني نقول الله يرحمه والله يصبر اهله، ويعني هذا عزانا لكم لاهل الكويت وعزانا لهذه العائله الكريمه، ونقول نتمنى ان نرى قوانين تحمي اليوم الشباب الرياضي وتحمي اليوم العالم هذه، وخلي العالم اليوم يتحرك على اسس فعليه، خلوا اليوم الواحد يعني يكون في امان لما يودي عياله في الـ 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 الاماكن او المنشاه اللي هو موجود فيها. هذا الـ 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 الموضوع اللي ابي اتطرر له كان في الجانب الاول. بعد الفاصل راح انتقل وياكم الى موضوع ثاني، واخبار اللي قاعد تطلع، هل اليوم الهجمات اللي قاعد تصير على الكويت صحيحه غير صحيحه؟ هل فعلا في اختراقات اليوم لمواقع الكترونيه؟ هل التحذيرات على انك تسحب تستخدم الكينت ولا ما تستخدم الكينت، دش مواقع الكترونيه، اخذ رباكم من الموقع الفلاني الموقع الفلاني، هذا الكلام نبي نعرف مدى صحته ومدى يعني فعلا هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح. بعد الفاصل راح نشوف التقرير ويانا. رجعنا لكم مرة ثانية عزيزي المشاهد. يمكن عندنا كثير من الإخوان في الانستغرام يمكن قاعد يعلقون أنه والله يعني الله يرحمه وكلام كثير. راح نتطرق على موضوع اللي صار فيه، يعني هو قد يكون موضوع حقيقة بس تحول من حقيقة إلى كثرة الإشاعات فيه، وصار موضوع ما احنا عارفين الصج من الخطأ. ناس قامت تروح البنك تخاف تسحب من البنوك، قامت العالم تروح والله ما تدفع مكالماتها، ما تروح تدش مش عارف ايش، قالوا مخترقين الموقع هذا والموقع هذا والموقع هذا والموقع هذا والموقع هذا. زين ما شفنا تصريح من احد يطلع يقول كلام واقعي منطقي يفسر حق العالم شنو الموضوع، شنو التفسير، شنو الشيء الصح. ما سمعنا هالكلام هذا. زين اليوم سمعنا مثلا والله تصريح انه طلعوا اتحاد المصارف طلعوا كان يقولون انه والله ما في صحه حق الخبر هذا. اي نعم كان في محاولات بس ما كان في شيء. اوكي احنا وصلنا لا ان المشكله لا، اول خبر لا 5 ملايين و10 ملايين و6 ملايين، يعني حتى اللي عنده 50 دينار راح يشيك على حسابه. كان يخاف قال يا معود ما عندي الا 50 دينار خلاص اسلم على ال 50 دينار مالتي. زين اليوم ما مفروض اليوم يكون في جهة تطلع وتسوي مؤتمر وتتكلم في هذه الجهة؟ ماني عارف. احنا اليوم لازم نوصل الى 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 مرحلة تصير سالفة صدق بعدين يسوون مؤتمر. الى ان يا بنك محلي حلو واعترف قال لا عندنا مشكلة، احنا في عندنا اختراقات صارت مشكلة عندنا اياها، بس المبلغ مو بالمبلغ اللي قالوا، مبلغ بسيط حلو حلو ما ادري 20,000 15,000 المبلغ اللي هو حلو. المهم انه في تصريح في شيء طلع، يعني عرفنا انه في اكتف على الموضوع. اليوم الحين الناس الى الان ما هي عارفه تدش تطلب، تعرف تعبي رصيد، تدش على مواقع انترنت، ما تدش على مواقع انترنت، تروح البنك تسحب من الكينت، ما تسحب من الكينت، انا ما هي عارفه للحين. هذا الموضوع كله يحتاج ناس متخصصين في الموضوع، يعني واحد يكون عنده تقنية ويشرح شو اللي صار. هل اليوم الأنظمة عندنا في الكويت مو زينة؟ هل السكيورتي في المواقع عندنا ياها مو جيدة؟ شنو اللي صار؟ هذا اللي احنا نبي نعرفه. هذا اللي العالم تبي توضحه، خلوا العالم على بينة. ليش كل شيء يكون مثلا خلينا نقول
قول والله 1 2 3 4 احنا عندنا خطأ في المكان الفلاني وخطأ في المكان الفلاني وخطأ في المكان الفلاني، علشان العالم اليوم تتحذر تعرف اليوم تحسب حسابها زين. قاعدين بس والله غير الباسورد مالك، غير الرقم السري، غير مدري زين. احنا عارفين هذا كلام صج ولا مو صج، هذا كلام صحيح ولا مو صحيح، هذا لازم نعرفه زين. من يقول هالكلام هذا؟ انا اطلع اقول هالكلام هذا؟ انا ماني مختص عشان اتكلم، ولا المفروض اليوم العالم تاخذ خبر له من مصادر موثوقه؟ ما شفنا مصادر موثوقه ما تتكلم، ما شفنا العالم لا الحين تسال صج ولا مو صج. يعني انا على حلقه التطعيم ليه امس يسالوني نطعم ولا ما نطعم، الكلام اللي قاله الدكتور صح ولا مو صح الكلام؟ يعني انا اليوم انا قاعد اتكلم كشخص، انا اليوم كمواطن اغير شو اسوي؟ شنو المطلوب مني؟ انا اروح البنك اكنسل حسابي، اسحب فلوسي، اسحبهم كاش، اقوم الصبح ادش البنك واسحب، ولا اسحب من الكينت، اغير رقم السري، ولا شنو يعني؟ هذه العالم تبي تعرف، تبي تشوف. ما ادري يعني اليوم كان في خبر ان والله الموضوع ترى مو قرصنة، الموضوع كان تعطيل بس اعطل الخدمة على العالم زين. الحين ما عرفنا هو تعطيل الخدمة ولا شنو. يعني واحد من اخواني او واحد يقول هذا مو عذر، يقولون مبلغ بسيط لو ينخصم مني دينار ولا شيء. فلوس كلام صح 100%، كلام منطقي، انا ما اتكلم صح، اليوم من حقهم العالم يعني هذا الكلام كلام صحيح زين. خلني انا اليوم اخذ واحد مختص. منو عندنا؟ عندنا دكتورة، دكتورة في جامعة الكويت، متخصصة في تقنية المعلومات والسكيورتي الأمن، خلي تجاوب لنا، وعضو هيئة في جامعة الكويت، عضو هيئة التدريس. دكتورة صفاء زمان، مساك الله بالخير. مساء النور، هلا والله استاذ. دكتورة شلونك دكتورة؟ الحمد لله بخير. اول شيء مشكورة لوقتك. لا العفو، هذا واجبنا استاذ. الله يعطيك. دكتورة صفاء، يعني انا ما ابي اتكلم بالشكل التقليدي، ابي اتكلم بصورة ان اليوم الحكي اللي قاعد يطلع، هل اليوم فعلا ما نسحب فلوس، ما ندش، ما نروح، ما نسوي، ما 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 نعمل اي شيء؟ هل اليوم كل شيء صار عندنا مخترق؟ هل كل اليوم ما في سيكوريتي عاد اليوم؟ اشرحي لنا الوضع اللي صاير. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، انا اشكركم على اتاحة المجال للمداخلة هذه، ويعطيكم العافية على تغطيتكم المتميزة حق هالموضوع اللي انا اشعر انه جدا جدا مهم حق كل بيت كويتي الحين. مشكورة دكتورة. العفو، انا بس بعطي نبذة بسيطة عن الوضع اللي قاعد يصير، وبعدين بتكلم عن الحادثة اللي صارت الحين بسرقة بعض الحسابات، مبالغ بسيطة بس. خلني اتكلم عن السايبر سيكيورتي ان جنرال. الحرب الرقمية او السايبر عالمية طبعا الحين تركز على دول الخليج في الصدارة، وطبعا معظم دول الخليج هي دول مستهدفة. أعلنت من فترة بسيطة المملكة العربية السعودية عن اختراق أنظمة حساسة بالدولة، والكويت أيضا حتى يعني يمكن احنا عندنا نوعا من التكتم، لكن في وايد أنظمة معرضة للاختراق. بناء على التحريات والخبراء في هذا المجال قالوا أن دولة الإمارات تعتبر من أكثر دول تعرض للاختراق، بعدها هي السعودية والكويت، وبعدها تليها عمان وقطر. وطبعا القطاعات المستهدفة الحين هي 3 قطاعات رئيسية، هي شركات نفط والغاز، البنوك والاستثمار، والسلك العسكري، المؤسسات العسكرية. وبالنسبة حق دولة الكويت طبعا احنا نعاني، ويعني من يعني استاذ ان التقنية والتطور التكنولوجي بالديرة كبير وايد، وهذه الطفرة التقنية وخاصة بانتشار الشبكات الاجتماعية رافقتها خطورة كبيرة، وهي السايبر سيكيورتي أو الاختراقات والأمور هذه. بالنسبة حق الظاهرة اللي صارت الحين، في اختراقات مو ما في اختراقات، أنا بس بحلل بعطي نبذة بسيطة عن اللي صار. الاختراقات اللي صارت تعتمد على أو في 3 أطراف رئيسية فيها.
الطرف الاول يعني احتمال اختراق الابلكيشن نفسه، الطلبات اللي طبعا هذه انا يتلي حوادث شخصيه، طلبات شلون سربت يعني انسرقت منهم اموال، او ممكن يكون اختراق في البنك نفسه، او ممكن يكون اختراق في شبكه الكينت نفسها. هي حق الاول احتماليه وهي اختراق الابلكيشن طلبات، اتضح ان ممكن طلبات المخترق اكثر من ابلكيشن، فهذا الاحتمال جدا ضعيف، لان اذا احنا نتكلم عن ابلكيشن طلبات تم اختراقه، شلون اخترق اكثر من يعني من اكثر من ابلكيشن قامت تسرق الاموال. حلو. هي على الاحتمال الثاني ان انظمه البنوك هي المخترقه. للاسف احنا يمكن الاعلام سلط على بنك محدد من غير ذكر اسمه، لكن اتضح ان اكثر من بنك نفس الحالة قامت تتكرر. احتمال الثالث وهي شبكة الكينت، وهذه اللي تم تعطيلها، قالوا انها معطلة، لا تم اختراقها. انا طبعا قاعدة احلل الوضع، ما عندي ادلة او يقين، لان لم تصرح فيه رسميا على اختراق شبكة الكينت، لكن هذا الاحتمال الاقوى ان الشبكة نفسها قد تم اختراقها، لان اكثر من بنك يصادف نفس الحالة، واكثر من ابلكيشن ايضا يعني سحب الاموال. ماشي دكتور، اذا قاعد انت دكتور انا ما راح اخليك تكلمين، بس انت قاعد تكلمين بقطاع فني يعني بيور على قولتهم. انا سؤالي اليوم، العالم ال 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 الناس هذا الخبر بالنسبه لها هي، الناس ما تعرف التقنيه اللي انت تمتلكينها دكتوره، بس أي. الناس اليوم، هل هذا معناته ان نوقف عمليه السحب الالي؟ لا، هو ان شاء الله ما في خطوره لهذا المستوى، بس لازم نكون حريصين احنا نستخدم اي كانت، يعني ما نروح محلات واثقين فيها ونعطيه كرتنا عشان السحب. يعني من الافضل خاصه في هالفتره ان نسحب حق المحلات بالكاش، يكون افضل، لانه مو كل الاجهزه موثوق فيها، لان تدري في اكثر من سبب، مثل ما قلت لك ترى احتمال كبير شبكه الكانت قد تم اختراقها، بس احنا نكون حذرين في هالموضوع. حلو. في نقطة جدا جدا مهمة استاذ. اوكي. أي واحد، احنا مشكلتنا احنا بالمجتمع الشرقي وايد عندنا سالفة تكتم، أو يقول ما تسوى نروح. بليز يعني أنا من خلال برنامجكم أوجه رسالة، أي واحد يتعرض إلى سرقة أو يشك بعملية مشبوهة يبلغ السلطات المعنية. حلو. ضروري جدا جدا هذه العملية. ماشي. أنا وايد يعني أنا بالفترة أعطيت مخاطرة بهالموضوع. اوكي. من شخص بالقاعة تم سرقته. ماشي دكتور، دكتورة يعني أنا سعيد بالحديث، بس سؤال، اليوم أنت قلت الكينت، اليوم الخطورة في سحب الكينت عن طريق المواقع والمحلات هذا في خطورة، ولا السحب الآلي عن طريق البنك هم في خطورة؟ لا، السحب الآلي بالبنك ما في خطورة. حلو. السحب اللي عن طريق الأونلاين وعن طريق بعض المحلات، لأنه في شغله منتشره يسمونها كيلوغرد. كيلوغرد هو جهاز ينحط بالكينت، طبعا اذا محلات كبيره او يعني معتمده هذه ما اعتقد تستخدم هالطريقه. في بعض المحلات الصغيره يحطون شيب في الجهاز الكينت، هذا الشيب اسمه كيلوغرد يحطم الكود، البن كود اللي طقهم. طبعا هاي بس دكتوره عفوا، هذا في هذا يكون في اتفاقيه مع المحل، عدل ولا لا؟ شلون اتفاقيه مع يعني صاحب المحل عنده خبر؟ اكيد. حلو. اكيد، عشان كذا حتى لما نسافر برا انا ما انصح يستخدمون الكينت باي محل، يعني يكونوا حذرين في استخدام الكينت. زين قبل لا اسال سؤال الاخير، بس سؤال الحين، احنا عرفنا ان اذا انا ابي اسحب كينت من المحلات يعني اكون تكون محلات كبيره موثوق فيها الامور ما في مشكله، والسحب عن طريق البنوك ايضا ما في مشكله. زين سؤال دكتوره، السحب عن طريق الاونلاين، مواقع الاونلاين، لما ادش انا بشتري شيء ابي ادفع مكالمات عن طريق الاونلاين، في خطوره؟ اي مبدئيا الحين بهالفتره، لان لم يعلن وتم سحب بعض المبالغ من بعض المستخدمين، انا بهالفتره انصح ان لا تستخدمون اي، لا تسوون اي عمليه ماليه من خلال الاونلاين لما تثبت الرؤيه، لان لين الحين ما حد صرح، لكن الجميع ينكر ان في اختراقات، لكن في اختراقات عمليه. انا شخصيا يتلي اكثر من حاله اختراقات تم سرقه مبالغ صغيره، وانا بذكر نقطه بعد، ليش المبالغ الصغيره؟ يعني في ناس وايد يستهزئون بهالمبالغ، يعني البنوك عاده الاستقطاعات اذا كانت مبالغ كبيره تصير طول الوقت
ستيشن يعني مصداقية بتولية يعني يدز لك إذا كان مبلغ كبير يدز لك على تليفونك بكود ترد عليه. لما تكون مبالغ صغيرة ما 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 يسوون هالتو ليفل اوف اوثنتيكيشن عشان كذا هم يستغلون هالثغرة في السيستم ويردون يسحبون أكثر من مبلغ مبالغ صغيرة وايد، فينتبهون على هالنقطة لأن المبلغ الصغير إذا تكرر راح يصير مبلغ كبير. لا يستهزئون بالمبالغ الصغيرة اللي يتم استقطاعها من الناس. حلو زين دكتور اوكي دكتور آخر 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 سؤال، هل اليوم في فريق قاعد يشتغل لحماية هذا الموضوع سواء من الشركة، تدري شركة كينت تعتبر شركة عالمية، سواء من كينت من المحلات من البنوك، هل في فريق يعني انه راح يسوي كنترولينج على هذا الموضوع او في جانب حكومي قاعد يسوي كنترول على هذا الموضوع بحيث انه يصحح الوضع ويرجع الوضع مثل ما كان طبيعي؟ والله احنا نتمنى، انا اللي انا اعرفهم في بعض الجهات الحكومية الحساسة لا تمتلك بنية تحتية يعني من وين الفريق بي. يعني انا اوجه رسالة حق الجهات الحكومية والمؤسسات الحكومية ان البلد الحين لازم تتحرك بهالجانب، يعني ابائنا بالقدم كانوا يحمونا بدون الكويت، الحين نحتاج دور رقمي عشان يحمي الممتلكات اللي نملكها، لان كل معاملاتنا صارت بالاونلاين. يعني لا عندنا للاسف لا الكويت لا تمتلك فريق حق اللي يسمونه فريق المخاطر ولا تمتلك البنيه التحتيه ولا عندنا اتفاقيات استراتيجيه مشتركه رسميه مع دول العالم حتى ما عندنا برنامج وطني. فانا اوجه رساله من خلال برنامجكم انه يصير في تحرك حكومي ومن الجهات الرسميه لمحاربه هذه الخطوره، لان الشغله راح تتفاقم. يعني احنا مستهدفين الحين من المافيا ومن مؤسسات الاختراق العالميه، وبذكر ترى عفوا ثلاث جهات اكيد ما بيشك الصين وروسيا والهند، يعني كل المؤسسات الحين اكيد الكل يسمعني ما في مؤسسة بالكويت مو قاعدة تتعرض للاختراق، محاولات حتى لو كانت محاولات اختراق. نحن نناشد الحكومة ان تتحرك، يكون تحرك رسمي وفعال لمحاربة الخطورة هذه. واضح. دكتورة صفاء زمان عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت، شكل الشكر لك، يعطيك الف عافية، كلام كان واضح. اعطيكم ملخص ما قالت الدكتورة بان هناك هجمات مش بس على الكويت، على اغلب الدول قاعد تصير هذه الهجمات. الهجمات هذه عباره عن على المواقع في الانترنت، وقاعد يحاولون يستغلون اكثر الثغرات. النصائح المطلوبه في الوقت الحالي حاليا السحب الالي من عن طريق البنوك، دكتوره تقول انه ما في اشكاليه لانه ما دشوا على هذا الموضوع اوريدي. تسحب كينت عن طريق المحلات، لابد تكون محلات مشهوره ومعروفه، لان الان للاسف البعض قام يوصل بعض القطع على بعض الأجهزة، وطبعا هذا راح يكون في معرفة صاحب المحل ويسيفون الكود مال الكرت. فتقول هي خلكم حذرين في موضوع سحب من المحلات، لازم تكون محلات كبيرة ومعروفة عشان ما توصل لهالمستوى من الأمر. موضوع السحب الأونلاين قالت إن إذا كان في ضرورة جدا، وأنصح حاليا إن ما تشتغلون على موضوع الأونلاين إلا إذا كان في الكروت اللي هي البري بيد اللي هي مبلغ محدود منها. النصيحة اللي وجهتها الدكتورة للجميع بأن أي خصم أي مبلغ من عندك ينخصم منك على طول لازم تبلغ فيه، ودائما الخصم يبدأ بمبلغ صغير، دينار دينار ونص 250 فلس. إذا هذا الخصم الصغير بلش عندك على طول ارفع السماعة وبلغ الجهات في هذا الأمر، لأن البداية تكون يجربون في المبالغ الصغيرة، وإذا شافوا أن الموضوع عادي راح يدشون على المبالغ الأكبر من نفس الشخص ومن نفس الحساب. هذا اللي حبينا نوضحه، والرسالة اللي كانت تحب توجهها الدكتورة بأن لابد اليوم القطاع الحكومي بأن تتضافر الجهود وأن يكون هناك تواصل مع أغلب الجهات، وتكون هناك منظومة أمنية إلكترونية تحمي هذه الشبكات العنكبوتية عشان لا ينضرون العالم، وهذا ما نتمناه ان نشوفه. اليوم احنا خلنا نتكلم بمنطق، ترى اليوم ما عادت الحرب هوشه ومش عارف ايش، اليوم الحرب حرب تقنيه، اليوم حرب معلوماتيه، شلون انا ابوق معلوماتك واخذ معلوماتك والتقنيات اللي صارت والداتا اللي اخذها من عندك، وشلون اقدر اخترق المواقع مالتك وشلون اغير.
هذا اليوم مبالغ مهولة، وأنا قلتها من قبل، قاعد يسوون، كان في مؤتمر في شهر 2 أو في نص 1 تقريبا كان في أمريكا، بس كانوا يجمعون فيه الهاكرز علشان يشوفون آخر ما توصلوا له من نسبة الاختراعات في، وهذا الأمر اللي قاعد يصلونه. احنا اليوم هذا اللي قاعد نقوله، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، الجمعيات التقنية، البوابة الإلكترونية، الأمور هذه لازم اليوم تكون فيها سيكوريتي أقوى من كذي، ويكون في أمر أكبر. شوفوا بس أبي أعطيكم إحصائية صغيرة، بس 2016، بس 2016 عن طريق البوابة الإلكترونية اللي يدفع مخالفات، يدفع رسوم إقامته، يدفع مش عارف إيش، بس التحصيل الإلكتروني، بس تحصيل إلكتروني على مستوى الحكومة، بس 2016 47 مليون دينار كويتي تم خلال 740 عملية، 704 ألف عملية. تخيل أنت مبلغ قاعد تتكلم كم؟ 47 مليون دينار خلال سنة. يعني تخيل العالم بس الكويت بروحه، بس الناس اللي دفعت مخالفات ومش عارف ايش، تحصيل حكومي، فاتورة كهرباء، مكالمة تليفون البيت، مدري مخالفة إقامة، بس التحصيلات هذه 47 مليون خلال سنة. فشلون ما تبي يصير فيه هجوم إلكتروني ومش عارف الوضع هذا؟ فاليوم العالم كله في التكنولوجيا، اليوم اي مكان قاعد تشلع على الاونلاين، قاعد تحجز طيران وسفر وتذاكر وكل شيء اونلاين. اصلا في اماكن يوم ما قامت تقبل كاش، يقول لك ما عندي كاش ابدا الا تسحب كينت. فهذا الامر اللي حبينا نوضح لكم اياه، واساس النوايد كان في تساؤلات حبينا نشرح لكم اياه، وشنو النصايح اللي قدمناها للمجتمع. فاصل، وبعد الفاصل موضوع الصحة، وما أدراك ما الصحة، مصيبة راح نفتحها ونتكلم بكل شفافية. رجعنا لكم مرة ثانية. أبي أتكلم على موضوع، واحد يقول لي موضوع سياسي، يقول لا ما مو سياسي، بس أبي أقول حق المجتمع الكويتي والشارع الكويتي وبالذات الناس اللي تتذمر وتتكلم، لازم تعرفون اليوم الواقع اللي احنا قاعد نعيشه شلون قاعد نعيش. واللي يتكلم على فلوس البلد وأمور البلد وقضايا البلد، خلنا اليوم نعرف شلون نطبق قانون ولا ما نطبق قانون. نبي نعرف هل نطبق قانون ولا ما نطبق القانون. نطبق القانون مصيبة. شلون مصيبة؟ نقول شلون مصيبة. أول شيء أبي أحط لكم تقرير حق ديوان المحاسبة اللي هو المركز الرئيسي اللي العالم كله تلجأ له، هو اللي حاسب الوزارات، صحيح؟ مو هذا ديوان المحاسبة؟ مو هذا شغل ديوان المحاسبة؟ حلو، خلنا نرجع على ديوان المحاسبة. عطى كتاب ديوان المحاسبة شو يقول عندك؟ أنا عندي إياه هني، أقرأ لكم إياه من عندي، حلو، على ما الإخوان يحطونه. هذا كتاب ديوان المحاسبة، شوف هذا كاهو على الشاشة موجود عندكم. ديوان المحاسبة شو يقول؟ يقول في تاريخ، شوف، يقول عن الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لوزارة الصحة لسنة المالية 2015-2016. كلام سليم؟ شو يقول ديوان المحاسبة؟ تقاعس الوزارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لأكثر من 110 موقع داخل مقراتها والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، يتم استغلالها منذ عدة سنوات دون سند قانوني أو تحصيل، مما أضاع على الدولة عوائد مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين دينار سنويا بالمخالفات لتعليمات وزارة المالية الصادر عام 2014. بإخلاء هذه المواقع، ديوان المحاسبة يقول حق منه؟ حق وزارة الصحة. هذه المواقع، 110 موقع الموجودين عندكم،
هذولا ضيع بدون عقود وبدون شيء ضيعوا على الكويت عشرات الملايين، ديوان المحاسبة يقول. فيقول بناء على القرار وزارة المالية الصادر عام 2014 بإخلاء هذه المواقع وطرح حقوق الانتفاع منها بمزايدة وتعميم وزارة المالية رقم 4/97 بشأن المزايدة الحكومية ولقواعد تنفيذ تنفيذ الميزانية بشأن زيادة نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إيرادات العامة. وداشك عاد بعدين سبق وأن أنذروا الوزارة في 2013-2014 وهذا كله وانت ماشي بالتقرير وأعمال التابعة له والخاصة باستغلال وضوابط القانون. أعطيتك الرأس للرئيس. شو يقول ديوان المحاسبة؟ يقول يا جماعة ترى احنا كديوان محاسبة حصلنا مخالفة على منو؟ على وزارة الصحة. حلو، شنو سويتوا ديوان المحاسبة؟ قال لنا يبدأ زين لكم الكتاب وقلنا لكم ترى ال110 مواقع اللي انتم اجرينها على الناس مو قانوني واجارات كاخو. شو يقول؟ مستشفيات استغلالها منذ عدة سنوات تحصيل مما اضاع على الدولة مبالغ مالية سنوية بالمخالفة لتعميم. شوف هني يتم استغلالها منذ عدة سنوات دون سند قانوني، يعني ما في شيء قانوني اليوم حق ال110 محلات هذيلة اللي موجودين. حلو، شو يسووا المفروض؟ يقول احنا كديوان محاسبة قلنا حق منو؟ حق وزارة الصحة. يا وزارة الصحة هذه الملايين السنوية اللي قاعد تضيع على البلد المفروض تدش في صندوق الدولة. كلام سليم؟ ليش؟ عشان يصير في عندنا اول شيء حق البلد، اثنين تنوع الدخل. اوكي كلام سليم. تعالوا انت يا وزارة الصحة ايش سويتوا؟ يا وزارة الصحة حلو ممثلة عطنا الكتاب مال مالت الملاحق. هذا كتاب طالع من الدكتور خالد السهلاوي الوكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي. شو يقول في الكتاب؟ وين رايح؟ خمس كتب أو ست كتب. واحد فيهم رايح حق مدير منطقة العاصمة، واحد فيهم رايح حق مدير منطقة الفروانية، واحد فيهم رايح حق مدير منطقة حولي، واحد رايح حق منطقة الأحمدي، واحد المبارك الكبير. حلو، والجارة رايح لهم خمسة. شو يقول في الكتاب؟ يقول الموضوع إخلاء المواقع التابعة للوزارة والمستغلة من الغير بالإشارة للموضوع وانطلاقا من حرص الوزارة على تحقيق المساواة والعدالة من الجهات التي ترغب استثمار المساحات التي تابعة للوزارة والمنطقة. شنو هي؟ كافتيريا، محلات زهور، بنوك، جمعيات وغيرها من الأنشطة. وبناء على الملاحظات الموجهة للرقابة وتعميم وزارة المالية 4/97 بشأنها نأمل بالتفاصيل بالاطلاع لإعاز الجهات المشارة بضرورة إخلاء المساحات التابعة للوزارة. أنا يا لي تقرير ديوان المحاسبة يقول لي سوي كذي. قام وكيل وزارة الصحة معي وطلع بيان صدره حق منه؟ حق مدراء المناطق الصحية. أنتوا يا مدراء المناطق الصحية محل الورد ومحل مدري شنو والكافتريات، هذا نفس الكتاب بس متحول لي. يا جماعة انتوا هذيل المحلات بلغوهم يلا يبغى اخلاء خلاص، خلي يخلون محل الورد والكافتريات لان هذيل مو رسمي. ولازم شو نسوي؟ نسوي مزايدة، يعني ننزل مزايدة وكل الشركات كل المواطنين يشاركون، كل واحد يقول والله انا ادفع اجار هالكثر مبلغ هالكثر وكان الله عفوا رحيما ودش هذه الاموال كلها على الدولة. بدل لا انه اليوم هذه المحلات اللي صار لها سنوات قاعد تبيع في المستشفيات اللي مال ورد واللي كافتيريا واللي مش عارف ايش، كلام فاضي، لا فلوس تدش على الحكومة ولا اجار ولا دنيا. هذا كلام منه ديوان المحاسبة. طلع الوكيل القرار هذا، قامت الدنيا وما قعدت، قامت الدنيا وما قعدت. شلون وليش؟ لان اليوم أغلبية اليوم اللي مستلمين معي شركات وهيئات. لا يا حبيبي لا، شلون توقف مصالح الدنيا وشلون تسوي وشلون ما تسوي؟ شلون توقف هذا؟ هذا تنفيع يا جماعة، هذا قاعد يضر البلد، هذه فلوس حرام قاعد تروح برا البلد. لا مو شغلك، مو شغلك، لا مو شغلك يا حبيبي. ديوان المحاسبة يقول، تقرير ديوان المحاسبة يقول ما تمت على أسس سليمة. ديوان المحاسبة يقول الكلام، يعني المفروض
اللي سواه الاخ دكتور خالد السهلاوي المفروض اللي سواه تجي الوزارة اليوم والناس وتقول له قواك الله زي سويت. قامت الوزارة شافت هذيلا ما يتعاونون مو راضين يطلعون، قالوا يبا تبي شلون اذا ما تعاونوا قصوا عليهم الكهرباء، شيل الكهرباء عليهم قاعد بلاش وعفسه ومسنين صار له ويستثمر ما قصوا على الكهرباء. لك ان تتخيل ان اليوم تقطع الكهرباء عليه باشر او بعد اسبوع يجي الوزير ورجع الكهرباء. وحكي بتويتر وحكي من هني ونواب وتصرح ومش عارف ايش وروح ويمين ويسار. انا الان ما لي علاقه بخالد السهلاوي ولا الدكتور وزير ولا وكيل، انا اتكلم مواطن، انا اتكلم فلوس الناس، فلوسي انا وفلوسكم انتو، فلوس البلد. حلو. يقومون اليوم ما ادري امس يطلعون 15 نائب. انا عشان اقول لكم واثبت لكم ان الموضوع ما له علاقه بالشخصانيه ولا اتكلم شخصانيه ولا دفاع عن احد عن وضع بلد، انا حطيت الكتاب وشلت ال 15 اسم لانه ما يهمني من النواب ولا غير النواب، بس انا بوريكم الكتاب مع ان الكتاب منشور في كل المواقع الالكترونيه بال 15 اسم، ولكن انا عشان اثبت للمشاهد اني انا مو شخصاني ولا عندي خلاف مع شخص معين ولا احابي عن شخص معين، وانا اليوم اللي قاعد اتكلم على خالد السهلاوي انا نفس الشخص اللي قعدت في نفس الكرسي هذا وقلت حق خالد السهلاوي اطلع بسيارتك واطلع مستشفى مبارك. انا نفس الشخص اللي قلت حق خالد السهلاوي انت قاعد في الوزارة وما تدري ايش قاعد يصير في العدان. انا نفس الشخص اللي قلت له يا خالد السهلاوي اتحداك تجي معي وحدة القلب وتشوف الفوضى اللي قاعد يصير في الكويتيين. انا ماني شخصانية، انا ماني علاقة في خالد السهلاوي، انا خالد السهلاوي لما اخطأ حطيته هني ونص ساعة ودش على يوتيوب اكتب صالح جرمن وخالد السهلاوي واسمع الكلام اللي قلت على خالد السهلاوي. ولكن اليوم لما يجي خالد السهلاوي هو نفس الشخص انا ماني علاقة فيه يطبق قانون ونيجي اليوم نشوف توفير على الدولة. عطني الكتاب اللي طلع مال اعضاء مجلس الامة، عطني الكتاب مال اعضاء مجلس الامة شوف شوف هاي الاسماء شوفهم 15 اسم انا مسحتهم عشان لا احد يقول عندك خلاف مع واحد من الاعضاء وتفكيركم هذا المرض. انا ما عندي هالتفكير، انا ما عندي خلاف مع احد، انا اتكلم على بلد على الكويت. شوف شو يقول الكتاب، يقول بيان التدهور في القطاع الصحي، اسمع شو يقول. يقول تابعنا خلال السنوات الاخيره تدهور الحاد بالقطاع الصحي في الكويت وابرزها العلاج السياحي والامور العامه والتلاعب بمناقصات وعقود الانشاءات الى المهم راح 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 امش امش الماليه والاداره وذلك حسب تقارير ديوان المحاسبه والرقابه الماليه. نطالب وزير الصحه بعدم التراخي وسرعه ايقاف القياديين المسؤولين ومحاسبتهم عن التدهور حلو الشديد خاصه بعد قدومهم في حقهم بابلاغهم تتعلق بالتعدي على المال العام والتجهيزات، ونحن امام محاولات البعض حمايه اطراف الفساد في اخطر القطاعات يتعلق بتدهور القطاع الصحي وحياة المواطنين، وندعو وزير الصحة المضي قدما في اصلاح الوضع في الوزارة ومحاسبة المتسببين فورا دون تهاون حلو ومواطنة المسؤولين بالدرجة الاولى، محذرا من خطورة الرضوخ لاصحاب المصالح والمناقصات المشبوهة وعقود التمريض، وكمان نحذر سمو رئيس الوزراء في هذا الامر اوكي، ومؤكدين ان تمسكنا بمواقف الدعم الاخلاص. حلو كلام طيب، انا احترم ال 15 نائب اللي موقع على الكلام هذا، وانا اتمنى من ال 15 نائب نفسه اللي طلع يروح يشوف هذا اللي صار في ال 110 وين فلوسهم. انا اتحداهم اليوم، مو ما اتحدى 50 نائب اللي يقسم على حق البلد اليوم. انا اليوم واحد يقول لي تتكلم هذا موضوع شنو، انا اقول لك هذا موضوع اجتماعي. لما اليوم فلوس المواطنين وانتم اللي اقسمتوا على حق البلد قاعد تسرق قدام امام عين العالم وكل واحد يصفق، وكانت الموضوع مصلحه، انت اليوم مع الوزير صف مع الوزير، انت مع الوكيل انا ما يهمني، الوكيل قعد، الوزير مشى، الوكيل راح، الوكيل انا هذا مو تكليفي، انا اتكلم حقوق عيالنا. هذه الفلوس اللي قاعد تسرق وقاعد تروح بكلام ديوان المحاسبه مو كلامي انا، بتقرير ديوان المحاسبه اللي قاله
اليوم لما تيجي تطبق قانون تعال يا وزير شيل الوكيل مالك هذا لأن في تعطيلات لمصالح معينة واللي في أمور معينة. هذا اللي قاعد يصير اليوم في البلد، هذا اللي اليوم احنا قاعد نتكلم عليه. ونفسه اخذ مقياس اللي قاعد يصير هني قاعد يصير في المعاقين، اللي قاعد يصير في المعاقين قاعد يصير في الشؤون، اللي قاعد يصير في الشؤون قاعد يصير في التربية. انما جيت وتكلم واحد كاتب لي انتم موقعين مذكرة تقول علاج سياحي، منو سبب العلاج السياحي؟ احنا قعدنا هني تكلمنا مليون مرة على العلاج السياحي، منو سبب العلاج السياحي؟ منو خرب الموضوع هذا؟ منو؟ منو اللي آلاف مؤلفة من المستحقين رفضت وطلعوا برا، اللي في كانسر واللي في سرطان واللي مشلول واللي 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 وما أخذوا شيء، وناس على صبع مكسور ولا ظفرة ولا بتحط لها رمش ولا بتسوي حاجبها ولا بتسوي برطمها سفروها. منو اللي سوى الوصلات هذه؟ منو اللي سوى هذا الأمر كله؟ من اللي طلع العالم وداهم برا الكويت وقعدهم ثلاثة أشهر؟ منو اللي قاعد يجدد الكتب؟ أنا أتمنى قسما بالله وأنا أقولها على الهوى لو يطيح كتاب بيدي، أنا أتمنى اليوم إذا فعلا أنت يا وزير الصحة تبي تصلح روح حق هذا خالد السهلاوي، قل له يا خالد السهلاوي قبل سنة ونص عطني الكتب مرة العلاج الخارج كلهم يفهم، وطلع على الهوى اطلع في مؤتمر صحفي يقول يا جماعة هذول العلاج الخارج شوفوهم كهمة، هذول 50 معاملة موقعين من النائب الفلاني و50 من النائب الفلاني و50 من النائب الفلاني، وقول تعال ان هذين ال50 وقعناهم منهم 20 واحد مو مستحق. اطلع قول هالكلام، اطلع لما توقف اليوم على البوديوم وتقسم وتقول اقسموا بالله العظيم وحق المواطنين اليوم اني انا اليوم اراجع مستشفى مبارك اقعد لي 6 ساعات عشان بعض النواب ولا بعض الناس ولا بعض المتكسبين يمشي لي 20 واحد، لا هذا مو حقك. واذا تعتقدون ان هذه البلد بلدكم لا يا حبيبي غلطان، مثل ما لك في الوطن لنا في الوطن، مثل ما انت وزير انا كمواطن لي حق اني اتعالج باحسن طريقة. ما ابقى شيء في المواطن، روح مستشفى مبارك وشوف البلا والعفسة، روح العدام وشوف البلا والعفسة. طبعا ما يهمك، اقل ما فيها انت اليوم لو تكحكحة صغيرة وعندك واحد واسطة قسما بالله 5 دقائق تروح برا الكويت، واحنا نقول حرام نستحرم نستحرم. ولكن للأسف صار اليوم اللي بيع ويشتري في البلد هو صاحب الحق وهو اللي يتكلم بالحق. ولكن اليوم الناس والله العظيم، وأنا إن شاء الله بس ما حلقة الثلاثة أعياد وطنية، بعد حلقة الثلاثة لا أوريكم كتب على الهوى هني وتشوفون شلون ناس في العلاج في الخارج ماتت ما لقت موافقة، دشت اللجان تبكي الضيم، والله العظيم ان حريم يدقون يبكون تقول والله يا صالح والله العظيم ولدي فرفر بيدي لجنة رفضته، وغيرها تسمع من جيرانهم ولا غير جيرانهم قاعد تاخذ النونو ما يعلمون ومرافق ومرافقين وتجديد وشهر وشهرين وثلاثة. يقول ليش ما طبق القانون؟ طبق القانون على من طبق القانون؟ هذا خالد سهلاوي اليوم طبق القانون يلا قاموا عليه. اليوم نبي نوصل الموضوع الى موضوع ترهيب. صالح جرمن نتكلم في القناة، تعال روح حق قناة الكوت كلموا صاحب قناة الكوت وكلموه ياس يا سكت مذيعك يا نشتغل عليك. احنا وصلنا في البلد كذي؟ هذا القسم اللي اقسمنا عليه؟ هذه الامانة هذه الشرف هذه الكويت اللي عطتنا وسوت لنا؟ لا 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 لا، الكويت اللي اليوم من تطلع من بطن امك، وهذه كلمة حق هل يسمعها كائنا من كان شنو ما كان منصبك شنو ما ارتفعت فوق، طلعت من بطن امك بمستشفى الولادة بلاش بلاش ولدوك الكويت، الكويت دفعت فلوس ولدوك وقمطوك وصرفوا لك حفاضات وصرفوا لك حليب لمدة 2 سنين وانت ما دفعت فلوس، ودخلوك الروضة وما دفعت 50 فلس، ودخلوك الابتدائي وما دفعت 50 فلس، ودخلوك المتوسط وما دفعت 50 فلس، ووصلوك الجامعة وودوك برا البلد وما دفعت 50 فلس عشان ترجع وتعمر هذه البلد. ولكن للأسف البعض خذ هذا كله رجع عشان يبوق البلد، رجع عشان يمشي على مصلحته ومصلحة غيره. هذا الكلام اللي ما تبي تسمعه أنا أسمعك يعني، ولكن للأسف لا
لما تيجي تتكلم بحقوق هذا الامر. احنا اليوم صرنا ربع تويتر، نمشي ورا تويتر، شو يقول تويتر نمشي ورا تويتر، شنو صار شنو ما صار. انا هذه رساله اوجهها واختم ليها، انا اقول ورسالتي اوجهها لسموه الشيخ جابر المبارك. يا ابو صباح، اليوم الناس اللي قاعد تلعب في البلد هذين فلوس الشعب وفلوس الناس وتحققوا من الناس، وانا اقول لكم ياها، ياما اليوم كم واحد من الناس اللي يشتغل زين يروح كبش فده، روحوا شوفوا الدكاتره الزينين، كل واحد راح فتح حياته قال لك ايش حق اشتغل بالصحه يا معوض، طق من هني وهناك. على كلها انا اقولها لكل منصب قيادي، خاف الله ثم خاف الله ثم خاف الله بفلوس ديرتك وفلوس الكويت في مال الله.